اخرى نتيجه سلبيه، تنظن بان لمده مزيان ان افضل خاصه في الشوط الثاني. الشوط الاول خلقنا فرص، فريق زمام رجاوه فرص من المرتدات، ولكن ما كانش خطير علينا. تنظن بان ضيعنا الشوط الاول على الاقل جوج ديال الاهداف. الشوط الثاني كذلك فرص جاونا، اللاعبين اللي عندهم اكثر تجربه، نظن بان ممكن نقولوا بان الكره دورت على وجهها في الفتره، لان تدير المباريات وطول ما حصلنا على شي نتيجه نتاسفوا. هذا واقع، سنشتغلوا سنكونوا افضل في المباريات المقبله. ضيعنا فرص في اننا نبقاو في المراكز المتقدمه. نظن بان الهدف اللي تلقيناه في واحد الوقت ديال عدم التركيز، لان كانت عندنا ضربه زاويه ثم كان مرتد، ما عرفناش كيفاش نتعاملوا مع الحاله. هنيئا الفريق من هذا الزمان، ان توقف ديال البطوله ممكن يكون اسابيع، اتمنى اننا في المباريات المتبقيه نحصلوا على نتائج. شكرا. ميرسي كوتش. جمال، كيبان لي هذا الثلث الاخير ديال البطوله قبل تسلسل الماتشات، كيبان لي ما هو تكمل بداني صافي ثلاثه مهمه، كتلعبوا على الجانب النفسي اكثر، باش لان خصوصيه ديال النتائج ما كانش مزيانه. ومع هذا الماتش عندكم ماتش مع برشي، يعني مع فرق اللي اما باغي البطوله اما كيقلب على ظلام بقى. كان حنا تلعبوا على المراكز المتقدمه، تنظن بان خمسه ديال المباريات ما حصلناش على نتائج ايجابيه، حنا باقيين مع الخمسه الاولين، يعني تبين بان رغم ان ضيعنا هاد النقاط كلهم، ولكن فرق كبير بين الفرق في البطوله. الفرق المقدمه الثلاثه الاولين ربما عندهم قيمه اكبر من الاخرين. نشوف بان الان هادشي اللي وقع لنا، وقع لنا كذلك في المرحله ديال الذهاب، استغرقات واحد الوقت كبير باش خرجنا منها. الان كاين توقف، غيكون عندنا ربما توقف ديال ثلاثه اسابيع او اربعه، نتمنى اننا نرجعوا، لان الان قعدنا ما نخسروا. نظن بان هذا عامل مؤثر، يعني الدوافع الخارجيه مؤثره بالنسبه لنا. ما كاينش حاجه اللي ناخذوا على اللاعبين اليوم، خاصه لان جبنا فرص، ثانيه انت تضيعها. انا ملي ضاعت الكره ديالنا لاح، كان عندي تخوف من اننا نتلقاو هدف، لان ملي تضيع كوارب بحال هذوك راه ما يبقى الا انك تستقبل اهداف. تنظن بان وقع لنا اننا مش علينا التركيز، خاصه انك غادي تلعب على الزاويه بالنسبه لنا. فريق نهضه الزمام راه استغل خطا في التمركز في الدفاع، سجل ثم من بعد وقع واحد غلاش في الاخر، لان تلقينا هدف حاولنا اننا نسجلو. الان ما بقى عندنا حتى شي حاجه نخسروها. تنظن بان هاد المباريات المتبقيه ممكن نعطيو فرصه للاعبين اخرين شباب اللي ممكن ياخذوا المستقبل ديالهم ان شاء الله. في شكرا. ناخذ مباراه سيدي يوسف، تابعنا مشيت ديك النقطه اللي تكلمتي عليها السي جميل في اقصى المنزله. انا دائما تيسجل في انفاس الاخيره، ممكن تضيعهم فرص. شنو اللي تيخلي اللاعب انه ما تيركزش المربع العمليات، يعني تيجيو فرص ثمينه تيجي تهضر ديالها بهذا الوتر البشاعه. هضر الفرص ممكن تكون في مجموعه ديال العوامل، كاين انت، كاين اللاعب تبقى عنده الجانب ديال البدني، الجانب ديال التوقع، كاين الخصم، لان ربما انا الحارس ديال زمان رانا وتصدى على هذوك الكوار اللي جاو، ربما كون دخلوا كان ممكن تكون هضره اخرى. يعني كاين العوامل اللي تتخص اللاعب بجات الكره، والعوامل اللي تتخص الخصم كذلك. تنظن بان اهدار الفرص فهو وارد في كره القدم. حنايا لازم نشوفوا شحال ضيعنا ديال الفرص في المباريات المكسب، ولكن لقينا مجموعه ديال الاهداف، يعني ما يمكن لهم الا روسنا، خصنا نشتغلوا. نتمنى ان المستقبل يكون للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور.
كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة MDGS نربح الرياضة.